أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء مواصلة ترسيخ العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى مستويات وآفاق أرحب للتعاون على كافة الأصعدة، واستمرار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي تحظى باهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال لقاء السمو حفظه الله عن بعد اليوم الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس قائد القوات البحرية المشتركة بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة، حيث أثنى سموه على الجهود التي بذلها الفريق بحري جيمس مالوي في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في جميع المجالات خاصة العسكرية والدفاعية. جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس قائد القوات البحرية المشتركة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام متواصل لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار.